خليني تنضموا لنا بهالوقت، ورح كون انا والزميل جوزيف ابراهيم مع فقره التكنولوجي. هابي تيتشرز داي. ما عرفتك فيها. ايه ضيعت عليك، عرفت فيها يعني شوي ضيعوني. ما هو الاساتذه دائما بالصف ما بيعرفون التلاميذ، لما يصيروا برات الصف بصيروا هيك يمكن قراب اكثر عليهم، فمن هيك يمكن حبيت بلش بهذه الطريقه، يمكن حتى شوي هيك الطلاب اللي عم يحضرونا يتحمسوا يمكن للفكره اكثر. كمان في اساتذه السبور، لانه هلا كنا عم نحكي سبور، بدنا نوجه لهم تحيه كثير كبيره. يعني صحيح. انا اختي معلمه والبست فريند معلمه، وانا كنت استاذ. هلا اهم شيء الواحد يكون عم يعطي درس بالصف، بس يكون فعلا عم يعطي من قلبه، مش انه مجبر انه يروح يعطي درس للتلاميذ، لانه الطلاب رح يحسوا بهالشيء، وهو ما رح يكون عم بيأدي مهنته براحه وبامتنان. وكمان التلاميذ يعني ما بنعرف قد ايه التلاميذ بيعذبوا، غير لنكبر نحن يصير عندنا اولاد او نكون نحن عم نعلم، نقدر عن جد الاستاذ قد ايه بيتعب. فهون بدنا نوجه تحيه كثير كبيره لكل الاساتذه، للصغار للكبار، للي بيعلموا انجلش بيعلموا عربي بيعلموا سبور بيعلموا ميوزيك، كل شيء كل شيء، لانه عن جد يعني اجادهم. ايه بعد هن اجادهم. لا معلي، خلينا نرجع هيك شوي لايام الدراسه والطفوله، نحن اللي اجادنا. هلا انا اليوم عم جرب هيك لابس قميص وجيلي ومرتب، انه بركي اساتذتي عم يحضروني، فاكيد بدي اوجه لهم تحيه. عامل لوك براف هيك اليوم هيك مبين زكي، بدي اوجه لها تحيه كمان لندى، دائما بتقول لي بس حتى وينادى تبين زكي، وندى كمان معلمه مدرسه، فكمان بدي اوجه لها تحيه ولكل العالم. المعده ندى عبد النور، اكيد تحيه لها. يعني كل حدا بيكون معلم بحياته، كل حدا بيعلمك شيء، فبوجه تحيه لكل العالم. النتيجه كل واحد استاذ بمجاله، أكيد. بغض النظر كان استاذ بالمدرسه او مش بالمدرسه، فخلينا نكون اساتذه بالمحل اللي نحن موجودين فيه، يكون ونعطي هيك مثل بوزيتيف لغيرنا. اكيد لكل العالم. اليوم رح نكون اساتذه بالتكنولوجي، وبما انه الاساتذه اليوم مثل ما كنا عم نقول بالبيت، رح نحكي ابلكيشنز معقول يساعدون، يعني ابلكيشنز بتفيد الاساتذه. اوكي. ان كان بتنظيم وقتهم، ان كان بتنظيم صفهم، يمكن يتعرفوا على التلاميذ اكثر. هلا رح نحكي عن اثنين ابلكيشن، اذا معنا وقت نحكي عن ثالث ابلكيشن. رح روح انا على الشاشه تكون استاذ اليوم. ايه وفسر. فسر هون. يمكن نقعد بغير طريقه، لازم نكون قاعدين جوا بالصالون. ايه كلكم هيك بالوجه وانا عم فسر. ناخذ الدرس هيك ويكون واضح قدامنا وعم نستوعب بس شو بدك يعني غير اللوح الاخضر والطبشوره. ما في يعني الشاشه ما بتزبط، بدنا لوح وطرشون. اللوح والطرشون خلص خلصت ايام، وصار كل شيء. ولا بعدهم موجودين؟ لك وقتها كنا نلعب مدرسه بالبيت، كنا نحط حيط اسود ونكتب عليه ونخرطش. هيدا اذا ما كتبنا على حيطان البيت. اول ابلكيشن رح نحكي عنها هي تيتشر جريد بوك. تيتشر جريد بوك مثل ما اسمه بيوحي، تيتشر اللي هو للاستاذ، وجريد بوك دفتر العلامات. اوكي كثير واضحه. بس شو بتفيدنا هيدا الابلكيشن؟ كل الاساتذه اللي بيشتغلوا على الالكترونكس، يعني عندهم تابلتس وبيشتغلوا عليها، يعني عندهم اهين لهم ما يحملوا اوراق دفاتر، بس فيهم ينزلوا هيدا الابلكيشن. رح نفوت عليها. شو بتعمل هالابلكيشن؟ تيتشر جريد بوك. هلا اول ما نفوت نحن عاطينا هون اكزامبل اللي هو الماث كلاس. الماث كلاس يعني الجروب اللي نحن بنعلمه للرياضيات. هون عم نحط بس للمات، فينا نقسم اكيد كذا كذا جروب، هلا بنحكي عنهم اكثر. مثل ما عم نشوف هون على السكرين انه عندنا التلاميذ وعندنا الاكزامز، يعني عملنا اكزام يونت 1، عملنا رجعنا اكتيفيتي، عملنا اكتيفيتي 2، رجعنا اكزام يونت ثانيه، وحاطين العلامات، حاطين 3.67، حاطين 5.8. هلا هون عم نحكي اكيد العلامات نحن بنقرر قد ايه على قد ايه. اوكي هون على قد ايه 3.67؟ هون حاطين 10. اوكي نحن حاطين هون بيسك 10 لمعطر علاماته بالمره، مثل ما عم نشوف 3.67 مضوى احمر يعني. اوكي ساقط الزلمه. 5.8 ناجح، 3.08 هون بيكون الاكتيفيتي على 5. اوكي ناجح. 1.44 مثل ما عم نشوف. هلا في بكل علامه تحتها سمايلي فيس او فيها سمبل معين. رح نشوف مثلا هون بس نكبس عليها. هلا هذا التابلت بيكون مع الاساتذه مش مع التلاميذ، اكيد يعني التلاميذ ما بيطلعوا عليه ما بيشوفوا. لا ما بيشوفوه هذا، لانه على التابلت الخاصه او حتى على تليفونه للاستاذ او للمعلمه، كرمال هو يقدر يقيم تلاميذه بطريقه معينه غير عن الاوراق. دكر مثل ما عم نشوف، فينا نفوت عند اليكسي حتى نغير العلامه او نعدلها، ونحط نكس اليكسي ابريكوزو. بنحط نكس بياخذونا على ثاني تلميذ، يعني هون فينا نعدل العلامات بذات الاكزام يونت. اكيد هون عم نحكي عن الاكزام يونت 1، عم نحكي عن الاساتذه. هلا هون حاطين لنا اسامي كثير غريبه، توماس اديسون. اوكي اكزام يونت فينا نحن نعدل، نكتب اسم الاكزام شيء ثاني، وفينا كمان نعدل اسم التلميذ بالسيتنجز فوق. هلا هون فتنا نحن بس على العلامات.
هيك بركي كمان مع الوقت بيصير دفتر العلامات اللي بياخذوه التلاميذ كمان بيكون بهذه الطريقه مع التطور التكنولوجي خلص ما بقى بس هو ما مهم التلاميذ ياخذوه مهم الاهل يوصلن يعني ما هو رح يوصل ما هو ما هو التعتير على الاهل ما هو بدفعون اياهم بالمدرسه حتى يحصل عليهم بالبيت في فكره حلوه انه ليه ما المدارس بيبعتوا ايميل بالجريد تبع التلاميذ للاهل كل واحد مع علاماته هيك بيكون بس يمكن بدك سيرفر طويل عريض للمدرسه بتصير وابديت للليست كلها سوا يعني قصه طويله هلا رح نشوف فوق مثل ما عم نشوف هون بس بدنا نعدل باسم التلميذ فينا نغير له اسمه لاست نيم نحط كود اذا في رقم معين يعني اوقات كانوا يرقمونا نمرو 1 نمرو 2 للاخر بنحط نحن الكود وفينا نحط له صوره ذكر يعني اذا نحن عندنا صور للتلميذ فينا نحط له صوره نرجع له دغري للصوره فينا نحط كمان امتى خلقان قد ايه رقم التليفون الايميل نوتس معينه مثلا عنده مشاكل بالمات عنده مشاكل بالفرنسي بنحطهم بالنوتس بنضل نحن عندنا مثل فيدباك عن كل تلميذ اوكي هذا شيء كثير مهم للاساتذه لانه اوقات من اي نوتس بننسيهم بنضيع الدفتر بينتزع الدفتر يمكن بيوقع شيء على الدفتر وراحوا فهون عندنا هن موجودين بالتليفون عندنا كمان فوق مثل ما عم نشوف فيرست تيرم فينا نحط سكند تيرم يعني اول جزء من السنه ثاني جزء من السنه وكمان عندنا محل هون محل اكزامبل ماث جروب فينا نحط حيلا جروب نحن بدنا اياه بيكون عندنا عده اقسام اذا عندنا كذا صف اذا عندنا كذا ماده فينا نقسمهم كلهم بهذا المحل هلا هون حاطين لنا الستودنتس عندنا 24 ستودنتس فينا كمان نعدل فيهم نخفف نزيد منيح هذا الصف معتدل ايه هذا 24 خفيف كثير منيح مش مثل كما كنا بال 40 تلميذ يعني لا ما كنا 40 وصلتوا لل 40 ايه ولو حلو 40 كنترول قوي كنترول قوي نحن كنترول على الاستاذ صرنا مش الاستاذ مثل ما عم نشوف هون بالزاويه في عندنا الثلاث زياح اللي هن اكيد بيفرجونا السيتنجز بياخذونا كمان النوت بوك اللي نحن هلا فيه عم نشوف العلامات في عندنا الاتندنس الاتندنس هي دفتر البريزنس يعني قد ايه في حضور نسبه حضور لكل شخص اذا بنكبس على الاتندنس بياخذونا على غير صف او على ذات الصف اللي نحن بدنا اياه كمان بنشوفه هون بنكبس عليه بنغير بين صف وصف اذا نحن عندنا عده صفوف وبنشوف الاسامي للتلاميذ نحن كل يوم فينا نزيد بالبلس هون فوق الاتندنس بنزيد النهار اللي نحن فيه وبنحط مين غايب مين مش غايب هلا مثل ما عم نشوف هون كلهم حضور اسم الله عليهم موجودين مع انه عيد المعلم 9/3 كلهم موجودين هلا هن رح يضلوا موجودين على الباد اللي بين ايدينا بس رح يكونوا غايبين بالصف يمكن غايبين الصف ما انهم معنا والله يساعد ايه والله يساعد الاساتذه عن جد فعلا بتعرف هلا عم فكر فيها قد ايه الاستاذ بده يكون في عنده ميموار كثير كبيره حتى يقدر يستوعب هالكم الكبير من التلاميذ ويحفظ الاسامي يعني عم نحكي هون 24 تلميذ بصف واحد اكيد بيكون عنده عده صفوف وعدة التلاميذ يعني اوقات اكبر اصغر فهون عم نشوف على التك على الجرين فلاش اذا بنكبس عليها فينا نعدلها كمان بنحط هون في بريزنت اللي هو نحن موجود الاخضر ابسنس غايب في عندنا ديلي تاخر على الصف اكسكيوزد ابسنس لما يكون حدا من الاهل دق قال انه ابني رح يغيب لسبب معين في عندنا كمان الاكسبولشن اللي بس انت تفلي لي على البيت في الاكسكيوز ديلي اذا في حال تاخر على الصف اكسكيوز ديلي اذا تاخروا معه نوت كمان اللي تاخر سو عندنا هون عدة اوبشنز فينا نحن ننقي اللي بدنا اياها وبنرجع لها من ورا السامبل واكيد نحن هون مثلا رح نحط ابسنس بنشوف هون عندنا الابسنس تبعه واكيد بس يكتمل الشهر او بس يكتمل الاسبوع فينا نرجع نشوف كل واحد من فوق التشارتس تبع كل واحد امتى غيب ليه غيب كم مره غيب بنضل كيبينج تراك كمان مع كل واحد وهذا كمان فينا نرجع له كرمال نعرف اذا عم بيعمل منيح بفحوصاته عم بيتاخر مثلا عن المدرسه عم بيروح ساعات حتى هيدي بتفيد دكاتره بالجامعه مش بس بالمدرسه مزبوط هلا نحن هون عم نحكي اكثر مدرسه لانه في عندنا كثير ديتيلز غير عن الجامعه يعني بالمدرسه لو كل استاذ مسؤول عن صفه بالجامعه بتنقلوا التلاميذ بين الصفوف ومن سمستر لسمستر ما فينا نطبق هيدا السيستم على الجامعه بلا بلا فينا نطبقه على حيلا مطرح فيك بالبيت انت اذا بدك عم تعطي دوفوار لابنك انه عمل لي هذا الاكزرسيس انت تكملي كمان هون اذا بدك كذا ولد مثلا 5 6 24 بلي كيبينج تراك الله يزيدهم قال عم نشوف كمان تايم تيبل اللي هي كمان وقتها فتنا على الزاويه هون التايم تيبل اللي هو السكادجول هون كمان عملنا اكزامبل اللي هو موندي 9 مارش عندنا اول ساعه هي المات فينا نزيد على كل الايام وفينا نزيد كمان ساعات معينه بالسكادجول هلا ما بقى رح نحكي كثير عن هيدي الابلكيشن لانه رح ننتقل لابلكيشن ثانيه هذه الابلكيشن كثير سهله كثير هينه رح نحكي عن ابلكيشن شوي معقده اكثر اللي هي هلا الموجود فيها هول الاوبشنز اللي حكينا عنهم بس بنزيد عليها كثير اوبشنز غير تيتشر 82
تيتشر يعني. ايد 2 اللي هي مساعد المعلم، مساعد الاستاذ. تو لانه ثاني سيكول، يعني نزلوا اول واحد هلا نزلوا الثاني اكيد معدل اكثر. تيتشر ايد 2 هون عم نحكي اكيد فور فري، في عندها النسخه اللي بتندفع حقها $20 أوكي. وفي عندنا هيدي، هلا رح نشوف شو الاوبشنز المتوفره فيها. تيتشر ايد لما نفوت عليها بيعطونا غير انتراكشن اكيد، في عندنا هون الاتندنس، عندنا سيتس، عندنا كمان جروبس وعندنا جريدز، وعندنا فوق اذا نحن بدنا نعمل شير لحدا من الاساتذه الثانيين، اذا بدنا نشوف ستاتستكس معينه، بدنا نشوف صور التلاميذ، بدنا نشوف هون عم نشوف الكالندر تبع كل نهار بنهاره. اوكي هلا رح نشوف هون حاطين لنا نمبر 1 جون سميث وحاطين لنا ماريا هرنانديز. اوكي حاطين لنا بالكويز 2 جايب 84%، يعني تقريبا 50 بوينتس، هون عم نحكي على 50 بوينتس، جايب 84% منهم، وعلى 100 بوينتس جايب 95. وكمان ماريا هرنانديز عم نشوف كمان بيتغير الالوان بين علامه وعلامه حسب كل واحد قد ايه عينه. هلا هون اكيد هول اكزامبلز هن حاطينهم بالابلكيشن تيفرجونا كيف فينا نحن نتصرف بالابلكيشن، يعني حاطين لنا انه صورته وحاطين لنا مين بيو مستر جونز. هو اللون شو لازم يكون في حال كانت العلامه منيحه؟ اخضر دائما الاخضر فور جود، يعني حتى بس تشجر بطاريتك بتضوي اخضر انه منيح. ذكر والاحمر بالاحمر يعني مش منيح. اوكي هلا هون عم نشوف بس نفوت على جون سميث بحطوا لنا صورته العريس الحلو. اوكي بحطوا لنا رقم التليفون. انت عم تشوف منيح اليوم جوزيف. يوم على وينات عم شوف كثير واضح. حاطين لنا رقم التليفون، الايميل، الادفايزر مين المسؤول عنه، لمين بنرجع بحال بدنا نحكي مع حدا من اولياء امره، ديت اوف بيرث بحطوا لنا قد ايه عمره، عمره 12 سنه اسمه والله ما مبين عليه، و10 اشهر، وكمان بارنت 1 اللي هو جيمس بيعطونا كمان انفورميشن عنه اللي هو رقم التليفون والايميل تبعه اذا نحن بدنا نرجع للبي، وحاطين لنا هون الكود تبعه بالصف. اوكي هلا نحن عم نشوف هون انه فينا نعدل بالصوره، فينا نغير، فينا حتى نشيله للتلميذ اذا نقل لغير صف او اذا بطل عنا صرنا بغير سنه. هلا هون عم نشوف نرجع على الانتراكشن الاساسيه، عم نشوف هون السنه 2014 2015 نحن فينا نحط سنين قبل، يعني مثل ما عم نشوف هون اذا عندنا سنين نقبس عليها 2012 2013 2014 2015 2015. بضلوا مسيبين يعني اذا في حدا رجعنا لهم؟ مزبوط، بس لانه اتس فري في ابلكيشن، يعني هون عم نحكي لايت فيرجن، ما فينا اكثر من ثلاثه. دكتور. اذا نحن اشترينا الفيرجن المدفوعه اكيد فينا نعمل مثل ما ذكرت $20 بندفع $20 بالابلكيشن ستور، في عندنا الفري وفي عندنا مش الفري. قد ايه بصير في ليميت حتى نسيف السنين؟ بصير عندنا كثير ليميت، قد ما في شيء محدود. هلا هون مثل ما عم تشوف حاطين لنا الديمو اللي هي الفيرجن الخفيفه، بس اكيد يعني خلينا نجرب الفري قبل ما نشتري، مش في احسن ما بكره يقولوا لنا جوزيف قالنا جيبوا لا اكيد بنجرب، حبينا ساعتها بنطور حالنا اكثر وبنفوت بالتفاصيل اكثر. هون عندنا كمان فينا نزيد الكليميز، عندنا البيرسون والكلاس حده، وفي عندنا كمان فينا نزيد التست او الكويز، بنزيدهم هون بيطلع عنا المجموع. هلا مثل ما عم نشوف فوق كمان هيدي الاتندنس اللي كنا عم نحكي عنها قبل فينا نفوت عليها، ما رح نحكي كثير عنها لانه حكينا عنها هونيك. بريزنت كمان الاكسكيوز ابسنس، الاكسكيوز ديلي، ان اكسكيوز ابسنس، بحطوا لنا كمان الداتات، انا حاطط اربع وينزداي ثيرزداي فرايداي وموندي، هون كان مؤخر. كمان فينا نفوت نشوف الاوبشنز اللي عندنا، هن اكسكيوز ليت، ويلنس، اكسكيوز ابسنس، اكسكيوز ليت، اكزام دروب، عندنا كثير يعني اوبشنز كمان اكثر من هونيك. وعندنا كمان السيتنج تشارت اللي هو هون بالسيتس، بنفوت عليه بنحط نحن قد ايه عندنا بالصف، كم رو، كم محل كولن، وكولن اللي بالطول، الرو بالعرض. نحن تنقول هون عندنا الطبقات او كل واحد وين قاعد، فينا نحط حاطين ماريا قاعده هون كرمال نحن نرجع دغري لاسم التلميذ، وخاصه اول فتره يعني نحن ما بنكون بعد حافظين اسامي التلاميذ، بيكون عندنا الورقه اللي ملزقينها على البيرو محطوط كل واحد وين قاعد. مزبوط. نحن هون فينا نشوف الصوره تنعرف اذا مغير محله ما مغير محله، احسن ما يكون قاعد محل حدا ثاني وتقطع علينا. بحطوا لنا وين قاعده، وحتى عندنا هون كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4، اذا نحن عندنا عده صفوف ما عندنا بس صف واحد. بطل في زعبر التلميذ. كل على قصه التلاميذ كل واحد وين قاعد، يعني بنغير لهم نحن كمان فينا نغير لهم، وجون قاعد اخر شيء ورا. اوكي ففينا نغير بالروز، الله يساعده على جون يقعدوا حد بعضهم بعدناهم لانه ما عم نجيبوا علامات منيح. الروز فينا نزيدهم كمان عندنا يعني للاخر للتان، والكولومز بزيت الخبريه. وهون عم نشوف كمان بالكويز اوقات بغيروا لنا محلاتنا تما ننقل عن بعض،
فهون فينا نحط بالكويز نمبر 2 حطيناهم بهذا السيتنج بالتست بغير التست حطيناهم بغير طريقه. سو هون كمان شينا نحن نعمل اب تو ديت مع التلاميذ لما يكون عيد ميلادهم الابلكيشن تبعت لنا نوتيفيكيشن ما حاطين حاطين امتى الدد انستانس تبعهم امتى عيد ميلادهم. وكمان نحن بنضل اب تو ديت اذا مثلا بدنا نحط نوت معينه عن كل تلميذ كرمال نعمل مثل ميتنج مع اهله بنحط نوت كرمال بس يجي الاهل او بحطوا نوتيفيكيشن انه مثلا كول جونز فادر انه بذكرونا بعدين انه دقوا له لبيو لجون. هذا كانت ثاني ابلكيشن اكيد فيها كثير ديتايات اكثر بس نحن ما رح نحكي عنها كثير ما في كثير وقت. انا بنصح كل استاذ بيستعمل باد بيستعمل تليفونه ينزلها لانه كثير مفيده ان كان هاي او حتى الجريد. هلا في حال بده ينزلها كيف بنزلها باي طريقه؟ من البلاي ستور بفوت بفتش على تيتشر اي 2 تطلع له. هي طلعت تيتشر اي 2 من افضل الابلكيشنز للاساتذه بال 2014 واكيد هون عم نحكي عن الفري فيرجن. فينا نشتري الفيرجن الطبيعي واذا بدنا شيء سهل اكثر فينا ننزل تيتشر جريد بوك. اخر ابلكيشن رح نحكي عنها على السريع هي تيتشرز بلان بوك. تيتشرز بلان بوك اللي هي بخطط كل استاذ كل مره شو بده يعطي. يعني نحن شفنا هون بالصف كيف نعمل مانجمنت لصفنا كيف مندير صفنا ان كان تلاميذ ان كان بريزنس علامات بالمقاعد. هون رح نحكي كل استاذ كيف هو بيدير حاله كدروس اللي بده يعطيها. يعني ان كان درس اللي يعني بده يعطيه الاجنده الخاصه فيه اللي خاصه فيه للاستاذ مزبوط نشاطاته هو. اذا مثلا عندنا هيدا الصف شو بدنا نعطيه اليوم شو اعطيناه امبارح شو رح نعطيه بكره رح نفوت على تيتشرز بلانر عم نشوف نحن هون فاضي بس عم نشوف كيف مقسمين ماندي تيوزداي وينزداي ثيرزداي فرايداي يوم الاسبوع اكيد فينا نرجع لورا فينا ننزل نزور فينا نقرب للجمعه اللي بعدها. عم نشوف هون كمان حاطين لنا بيفور ريجولر بي بي 1 اللي هن الصفوف اللي عندنا هن. اذا بدنا نفوت على اول وحده نكتب النوت اللي عندنا اياها نحن شو بدنا ندرس اليوم شو بدنا نعمل مثلا تنقول اليوم ماث اوكي بحطوا لنا هون انه ماث عندنا بدنا ندرس ماث. اكيد نحن هون عم نحط ماث بس في كل استاذ يحط الدرس يعني يحط مثلا اليوم بدنا نتعلم فراكسيون بيكتب هون الفراكسيون بكره بدنا نتعلم شابيتر دو ريكتانجل عرفت كل نهار شيء. وبما انه اليوم بي 4 مات يمكن بكره البي 4 بيكون فرنسي ما عندنا يعني احنا بنروح على البيتروا عرفت كيف. يعني هون فينا نقسم نحن السكادجول تبعنا بالمدرسه ما خصه بالتلاميذ نحن كل واحد كل استاذ كل استاذ انا كنت استاذ قبل كمان يعني شوي حتى في حال ما كنت استاذ فيك تقسم هيدا الشيء انت حسب مزبوط. شغلك وحسب دوام عملك مزبوط. شو عندك اليوم شو في عندك بكره ما ضروري نلتزم بس بالمعلمين والاساتذه يعني هلا نحن فينا نعتبر انه بدل كل كلاس نحط مثلا المكتب عم نحط اكتيفيتي شو عنا ونحط شو لازم نعمل. هلا اكيد في كثير بلانرز غير نحن عم نحكي عن هذا بالتحديد لانه للتيتشرز وبيقدروا كمان بذات الوقت يضلوا اب تو ديت مع حالهم. هلا بنشوف هون نيو تو دو ايتم يعني نحن بدنا نعمل شيء معين عندنا ليست معينه بحطوا لنا الليست مثلا بدنا نغير بانو الصف هيدي ما بتنزل بالسكادجول نحن بنزيدها عنا لحالها او بس بدنا نطلب ارتسيه للصف كمان بنزيدها على جنب لانه ما بتنزل بالسكادجول ككل اوكي. وهون اكيد فينا نقرب للجمعه اللي بعدها كمان نعبي اللي بعدها كمان اذا عندنا نحن اب تو ديت يعني بنعبي لقدام واذا بدنا نرجع لورا تنشوف شو عطينا. هذا كثير حلو لانه نحن بنضل اب تو ديت دائما بكل صف شو عطينا اليوم شو عطينا امبارح ما ننسى من جمعه لجمعه شو في او مثلا بدنا نحط فحص معين نكتبه هون نتذكر انه بعد جمعه عندنا فحص بدنا نعمل لهم فحص للتلاميذ وبنعبيها. وفينا كمان نرجع نشوف يعني لانه بتعرف في كثير اساتذه بيعلموا عده مواد ما بيعلموا ماده واحده سو هون بيقدروا يقسموا كمان البلانز تبعهم. سو هول ثلاثه ابلكيشنز لكل الاساتذه اللي عم يحضرونا هول هديه مني لكم. وفي كمان في كمان فيتشر اضافيه بدنا نزودها على المعاش لا هذا فينا يضيفوها الاساتذه فعلا انه بتعرف مطالبهم كثير كل العالم عندها مطالب كل العالم بدها اشياء لكن تيتشر جريد بوك تيتشر 82 والتيتشرز بلانر هول ثلاثة ابلكيشنز الاستاذ اللي بيحس حاله بيقدر يحتاج هيك شيء بيقدر يستفيد من هيك شيء في عندنا هول ثلاث ابلكيشنز. اكيد في ابلكيشنز غير انا نقيت هول ثلاثة هيك حسيتهم مفيدين حسيتهم يمكن هيك بيعلموا اكثر بما انه عيد المعلم بيعلموا اكثر مش بيعلموا يعني بيساعدونا تعالى بيعلموا يعني بيتركوا اثر بمكان معين بتعرفي الاستاذ يعني اثره بيكون اكثر من الدرس اللي عم يعطيه لانه الواحد بيتذكر الاستاذ ما بيتذكر الدرس
يعني بيتذكر هذا الاستاذ كان مهضوم، كان ثقيل، كان يتساءل على التلاميذ. وفي ناس بحبوا الماده، شو كان عم بيعلم. مزبوط، صحيح. وفي ناس بحبوا الماده اللي عم بيعلمها الاستاذ من ورا الاستاذ. مزبوط. في ناس بيكرهوا الماده كمان من ورا الاستاذ. يعني قد ايه الاستاذ هو بيلعب دور بيحبب الطالب درسه ويخليه يطور حاله ويتقدم. يعني بس المشكله اذا التلميذ كثير حب الاستاذ. انا كنت كثير حب معلمه الفرنسي، ما كنت ركز على الدرس، كنت مغروم فيها. ركز على المعلم. انت مش كنت مغروم فيها؟ كنت مغروم فيها المعلم. بعدك مغروم فيها؟ هيك كل العالم بعتقد بيقطعوا بالكراش هيدا، انهم بينعجبوا باساتذتهم ان كان بنت او شاب يعني، وبيوصلوا لمرحله يمكن ببطلوا مركزين على الماده او بيركزوا فيها زياده عن اللزوم كرمال يعملوا امبريشن حلوه عند الاستاذ، يتركوا انطباع حلو انه نحن شاطرين. وهي كيف كانت معك؟ كانت تحبها؟ لا، كانت كثير منيحه. انا كنت كثير مهضوم بالمدرسه اصلا، كنت كثير انحب. لسه ثقيل هلا يعني؟ بعدك مهضوم جدا. وبعد الكل بحبوك ونحن بنحبك كثير، وميرسي للمعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم، وفدت فيها كثير من الاساتذه اللي قاعدين بالبيت هلا وعم بيتابعونا، وفي حال كانوا نزلوها جربوها. صحيح. يشوفوا اذا بتعجبهم او لا، اذا فدتهم نكون عملنا شغلنا، نكون نحن علمناهم شيء هيك فور تشينج. وفي حال ما كانوا عم بيتابعونا، الويب سايت تبع البرنامج موجود على اليوتيوب، فيهم يفوتوا ويتابعونا، فيهم يفوتوا على teleligon.com.lb، يفوتوا على البرامج. هذا دائما لازم نذكر فيها، يفوتوا على البرامج يحضروا الحلقات السابقه والحلقات اللي كل يوم، وفيسبوك بيج وتويتر بيج. شكرا لك جوزيف. ميرسي. باي باي.